السلام عليكم. اليوم في شوية أم وايد إن شاء الله راح ندير لكم عصير الفراولة بالفخاز. مادام رانا في موسم الفخاز راح نستغلو هذه الفاكهة باش نعملوها عصائر وتحليات. واش راح نحتاج؟ حوالي 200 غرام تاع الفخاز قطعتها غسلتها وقطعتها، حوالي نص كاس تاع السكر، يعني السكر حسب الذوق، تقدري تزيدي تقدري تنقصي. هنا واش راح نستعمل؟ هنا راح نستعمل الشربات، يعني تتباع لنا في الاسواق الجزائريه اللي نستهلكوها بزاف في رمضان، او تقدري تستعملي اي عصير برتقال عندك في الدار، يعني ماشي شرط تخدميه في الدار، يعني تشريه من السوق في القرع عادي، يعني عصير البرتقال او شربات بذوق القارص. هنا لك الاختيار واش ديري. هنا عندي تدبيره فقط. هنا مادام رانا في موسم الفراوله تقدري كيما راهي تكونجليها، ديرها في الكونجيلاتور تتكونجلا بكميات قليله، يعني يقولوا كل 200 غرام وحدها، وكي تحتاجي اي عصير تجبديها وتطحنيها مباشره مع العصير تاعك، راح يخرج لك يعني روعه ما شاء الله. يعني هذه تدبيره فقط كيفاش نكونجلو لي فريز. كونجليهم عادي في ساشي حطيها في الكونجيلاتور، يعني ديري كل كميه شويه وحدها باش تجبدي واش تحتاجي فقط. الان جوزو فقط طريقه التحضير. واش راح ندير؟ هذيك الشربات حوالي نص ريتلا، درت لها حوالي 200 غرام تاع لي فريز، وراح يجي منعش. وندير لها السكر ونبدا نخلط بالعقل. بسم الله بلو برا عادي، يعني إذن ها هو العصير تاعي واجد، طحنته درته في القرعه، راح نسير بيه لكم باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش داير. بسم الله، يعني شوفوا ما شاء الله يجي روعه. نتمنى انكم تجربوه ويجي منعش ويجي بنين بزاف. يعني هذا تدبيره فقط، انا وقت لي فخاز حكمي لي فخاز تاعك كونجليهم في رمضان ان شاء الله، مع اللي غير تجبدي. يعني حنا في رمضان تكون متوفره عندنا بزاف الشربات في الاسواق الجزائريه. واش ديري؟ تحكمي الشربات ديري لها شويه تاع لي فخاز وتطحنيهم وتستهلكيهم باردين. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله.